انا كنت حاسس ده، انا كنت متوقع تفوق المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي، كنت متوقع ده. الف مبروك لكل مغربي. ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ ايه الفرحه دي يا جدعان؟ المنتخب المغربي النهارده بيلعب مباراه عالميه للتاريخ، زي المنتخب السعودي ما لعب قدام الارجنتين. المنتخب العربي السعودي والمنتخب المغربي بيشرفوا الكره العربيه في المونديال السنه دي. الحلاوه دي ما شفناهاش من سنين طويله جدا. الف مبروك. وتحس ان بلجيكا من الشوط الثاني، من بدايه الشوط الثاني بعد ما شافت الشوط الاولاني من المغرب، بتلعب على التعادل، عايزه تطلع باي نقطه من المنتخب الجبار اللي بيلعب وسطها. المنتخب المغربي النهارده كان هياكل بلجيكا اكتر من واحد واتنين. الف مبروك للمنتخب المغربي. خلاص كده ان شاء الله اول فريق عربي يضمن الوصول للدور الثاني ان شاء الله باذن الله. قدامك كندا، تقعد كده وتحط رجل على رجل وتلعب براحتك كده وتاخد نقطه من منتخب كندا، تعدي ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله المغرب اول المجموعه، المغرب ان شاء الله اول مجموعتها. المباراه اللي عملتها النهارده المغرب ياخدوا اجازه زي السعوديه ان شاء الله باذن الله. الملك بتاع المغرب ان شاء الله باذن الله، رساله ليك النهارده ان انت تدي لكل شعب المغرب اجازه زي شعب السعوديه ان شاء الله باذن الله، والعالم العربي كله يفرح فرحه النهارده كبيره جدا. هدف خرافي جدا وهدف جميل جدا، وتفوق المنتخب المغرب واضح من اول المباراه، من اول المباراه والمغرب بتلعب على الفوز، بتلعب على نتيجه. وبلجيكا من بدايه الشوط الثاني وهي بتلعب على التعادل، عايز تطلع باي نتيجه، عايز تطلع باي نتيجه. المنتخب المغربي يكسر الدنيا النهارده، نملى الشوارع بقى ونفرق الشربات زي زمان، وحاجه ساقعه وبونبوني وملبس. وتحياتي لمنتخب المغرب اللي عمل مباراه جباره. انا كنت حاسس بده، انا كنت متوقع ده. السلام عليكم ورحمه الله.